close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on تمشي الكرة ركنية للمنتخب النيجيري نوكيليش La bonne la défense elle est importante avec Alougo dans l'axe là. Et on a justement toujours dans la profondeur. Et ce sera une touche à suivre pour cette équipe gabonaise. Othman qui a attaqué tout de suite cette balle justement pour que Jean puisse au danger cette fois-ci. La parade du gardien. C'est si l'arbitre avait. Oui. كرة في خط الوسط لأكروت للمنتخب التونسي عد كأس أمم إفريقيا للكبار حينها نتمنى أن نكون ضمن المتوجين باللقب القاري الذي غاب عنا منذ زمن يستثمرون في المنتخب الوطني المغربي قبل أسبوعين من انطلاق تمرير الكرة لبهاء الدين العثماني بهاء الدين العثماني توقعت عدد من الأندية التونسية ذلك بكأس العالم كانت مفاجأة غير منتخب التونسي الحكم بوندو جوتشوا مشت كرة يونس بن مرزوق يونس بن مرزوق كرة في خط الوسط وليد الصبار الحكم يأمر باستمرارية يعني أكيد أنه يشتغل منذ قدوم هذا الجيل المكون من لاعبين محترفين على إعدادهم بدنيا ثلاثة أمام منتخب ترينيداد توباغو بملعب الحرتي بمدينة مراكش عندي لاعب يزا آخر ضربة في السلسلة الثالثة من الضربات الترجيحية ضربات أبا مراكش هذه كرة لإسحاق فمتقدم بهاء الدين العثماني أمام إسحاق يأخذ الكرة يكسب الكرة بهاء الدين العثماني أمام المهاجم ممتاز الضغط منتخب التونسي كرة لإسحاق إسحاق في رقابة بهاء الدين العثماني ممتازة ما يلزمش يخدوا اللي مصطفى عبد الله ما توصلش الكرة الضغط يا من بهاء الدين العثماني أكيد الجيل الحالي يأمل في بلوغ ما وصل تاج تاخت من وليد الصبار جديد بهاء الدين بهاء الدين وي تنسيق متواصل بين المنتخبات التونسية لكرة القدم الوطني المغربي الذي سيواصل حضوره بحثا عن الهدف قوي على الاطراف المنتخب النيجيري التمرير الكرة لفيناري واحد اثنين مع بشبالي يرفع الكرة مقوسة ورا هدف التعادل هدف التعادل للمنتخب الوطني التونسي رقم خمسة بهاء الدين عثمان بهاء الدين عثمان قلت ان شاء الله وجه المنتخب الوطني التونسي يتبدل الى الاحسن في هذا الشوط الثاني والخمسه دقائق الاولى تاتي بهدف التعادل واحد واحد هدف ثمين جدا شوف الاعاده تتعدى الكره لبهاء الدين عثمان ما خدهاش براسه قبل موجود ثقه عبد الحي في ابنائه ترجمت منذ الدقائق الاولى تقتيل لاعب مدافع النجم الساحلي بهاء الدين عثمان يعرض للهجوم يتمكن من افتتاح النتيجه. الدفاع الحارس جيرما دينكو اثمر هدف خامس مع مطلع الدقيقه 30 ركني للمنتخب التونسي وسيم النغموشي في التنفيذ وسحب الهدف الاول بهاء الدين عثمان يمضي على الخامس ويمضي على ترشح المنتخب التونسي الى الدور الثاني. حطت لي جروب هذه تمشي لبعيد
وان شاء الله يا ربي نقدموا. عندنا دي زوبجيكتيف كبيره، كوب دي موند، كوب دافريك، وان شاء الله يا ربي نترشحوا، وعندنا كيب مزيانه ان شاء الله تلهوا بينا شويه وبقدر ربي لاباس. ان شاء الله ربي يمشي في طريق صحيح. وبالنسبه للزوبجيكتيف نتاعنا، عندنا زوبجيكتيف ثاني هو كوب بوديوم، وان شاء الله الكوب ديمون ان شاء الله، وخط ربي نديو كورتين بالنسبه لنا. بهاء الدين عثمان لاعب النجم الرياضي الساحلي ولد الاتوال 3 فيفري 1996، نلعب ديفونسور اكسيال في الاتوال وكابيتان في ليكيب. Hey.
الكرة هو قطع الكرة قطع الكرة من دفاع عملية كثيرة وقطع الكرة في العملية الكثيرة جذب Yo, la sip, mushi.